احتفالات ومهرجانات بمختلف المناطق اللبنانية. رح نروح اليوم على عشقوت بذكرى استشهاد أو قطع رأس مار يوحنا المعمدان في احتفال بعشقوت. رح يخبرونا عنه أكثر بير فريحة حقيقي كاهن رعية مار يوحنا عشقوت. أهلا وسهلا فيك. معنا كمان السيد شربل دغفل أمين عام المجلس الرعوي بعشقوت. أهلا وسهلا فيك كمان. يعني صحيح هي المناسبة ورح نحكي عنها ورح يكون البرنامج برنامج روحي، بس كمان في برنامج نشاطات ترفيهية دايما عندكم وممتد يعني على وقت طويل وللكبار والصغار واخذ كل النواحي. منوع. خبرنا شوي برعيه ليش الاحتفال بهالمناسبه بالذات؟ بدايه اكيد رعيه مار يوحنا، انا كاهن جديد بالرعيه، ما صار لي زمان تعينت. رعيه مار يوحنا بيحتفلوا بذكرى قطع راس مار يوحنا المعمدان، مش بمولده. نعم. واهميه العيد بتعرفي مثل كل ضيعه، شفيع الضيعه بيبقى مميز وبيعطوه كثير من اهميه، كثير من الاهتمام، كثير من الوقت. بالنهايه شفيع الضيعه يلي بيتشفعوا له دائما للرب. فمنشان هيك له وقعه دائما، له ميزته، له حيثياته. ويمكن وقت كثير مناسب، وخاصه بيجي العيد دائما بالصيفيه، هو يلي بيجمع ولد الضيعة. يلي بينزل بشتي، يلي بيكون له صار فترة بعيدة، مناسبة حتى تجتمع الضيعات، حتى ينزرع من خلالها العيد جو الألفة وإلى ما من كل ال واللي ما طلع على الصيفية رح يطلع على المهرجان 100%. زيد دغفل خبرنا شوي كمجلس رعوي شو اهتماماتكم بالتحديد ومين هو المجلس الرعوي؟ المجلس الرعوي عنا يعني بضم مندوب من كل جماعة موجودة بقلب الرعية بتشتغل، إن كانت روحية وإن كانت اجتماعية. فنحن بالوقت الحالي مجلسنا بضم حوالي 14-15 مندوب. أخذنا على عاتقنا السنة نعمل تسعوية بتمتد من 19 آب بتنتهي ب 29 آب، ولكن خلالها كلها يعني كل يوم رح يكون في البروجرام، بيكون على الساعة 7 المساء طيلة الوقت، طيلة التسعوية، 7 زياح الصورة وراء القداس، بيرجع جماعة من الجماعات هي اللي بتحيي بتكمل الأمسية، وهي بتكون على عاتقها عملية القداس، يعني الجماعة العائلية، جماعة العائلات بقلب الرعية، أخذة على عاتقها تعمل القداس على نية العائلة. رعوية الأطفال على نية الأطفال، أخوية الشبيبة على نية الشبيبة، لجنة المحبة، فكل جماعة أخذة على عاتقها للمسنين مثلا، يعني لكل فئه ياخذين النهار. ومنتوجها اخر شيء بليله 28 بنحتفل مع سياده مطران الابرشيه بولس روحانا. وخلال هالمسيره التسعويه اكيد راح يكون في صلوات متنوعه وما كان. اخوية الشبيبه أخذة على عاتقها تعمل صلوات بالاحياء بوقت اللي بيكون في غير اشي عم بيصير بالكنيسه، كرمال الناس اللي شوي بعيد عن الكنيسه او عندها اسبابها ما بتجي على الكنيسه، تكون الكنيسه عم تروح لعندها. الشغلة الثانية عنا احتفالين مهمين، اللي هو أمسية روحية مع الأب فاتي التابت، بتكون ب 22 المساء أكيد من بعد القداس، وب 28 وب 27 المساء مع المرنمة جمانة مدور ألحان سيد جوزيف خليفة. ف مبدئيا هدول هن النشاطات اللي بتكون برعيه. يعني ككاهن رعيه شو اهميه هال يعني المهرجان الروحي يعني اللي عم بيصير دائما بعشقوت؟ يعني عاده في مهرجان باعياد شافعين شوف عقد الضياع، ولكن بيكون مهرجان طبعا في قداس وفي بلكي رياضه والى اخره، ولكن بيكون محدود. هون مثل ما عم بيقول شربل يعني الشباب والصبايا، المجلس الرعوي، الجماعات عم بتروح على كل الاحياء، يعني كانه كل الضيعه بنفس الوقت عم بتكون عم بتصلي. صحيح. نحن اللي حاولنا فكرنا فيه بالمجلس الرعوي تحطينا البروجرام، هو عندنا هدف اساسي هو التركيز على البعد الروحي. لانه اذا العيد مرق ما زرع فينا شيء ممكن ما حققنا الهدف. مشان هيك كان مساهمة كل جماعة وكل فئة، وكل يوم كان عم رايحين حتى نصلي كل يوم على فئة معينة وعمر معين بالرعية، يكون مشاركته بقلب الرعية شغلة كثير أساسية. وهيدي فكرة الوحدة وتوحيد الجهود بين بعضنا البعض، يعني اليوم يلي أنا عم صلي فيها كرمال الإعاقة، ما
مع مشاركة مؤسسة أنت أخي وإيمان ونور بالرعية، شغلة كتير مهمة نكون بهالعيد كمان عم نحمل بصلاتنا هالفئة. ستات الأخوية يلي هن رح يفتتحوا التسعوية يلي هن إماتنا وسيداتنا، كمان مشاركتهم كتير مهمة، يكون عم نشكرهم بصلاتهم، عم نشركهم بصلاتنا للرسالة المهمة يلي عم بيكونوا فيها بقلب المجتمع. الأولاد كمان يلي هن مستقبل كنيستنا، الشبيبة يلي هن مستقبل الكنيسة. فالبعد الروحي شغلة كتير أساسية بخلينا، وهذا هي دعوة الكنيسة بالدرجة الأولى، أنه الترفيه مهم ولكن في شيء أهم يلي هو البعد الروحي حتى كلمة الرب توصل بشفاعة هالقديسة. تنحكي عن البرنامج الترفيهي شو راح يكون؟ برنامج الترفيهي عنا 4 ليالي أكيد محضرتهم لجنة الوقف. عنا ب 25 نهار دي جاي وكاراوكي نايت للي بحب يجي يرفه. عنا ب 26 أنيماسيون بور ليزانفان كمان قدام الكنيسة. نهار 27 من بعد ريسيتال جمانة مدور الساعة 8 في حفلة زجلية. بتعرفي الزجل هو لفئة معينة من الرجال الكبار يلي بحبوا هالموضوع. هلا لا رجع كثير كمان على الموضة، الشباب كمان صاروا بحبوا الشباب. التحدي دايما عنده مطرحه. صح. وفي عنا كمان آخر ليلة يلي هي 28 ليلة العيد بعد قداس صاحب السيادة المطران بولوس روحانا راعي الأبرشية، رح يكون في حفلة موسيقية مع فنان عبدو ياغي ومع إلي مسعد ابن الضيعة، الفنان إلي مسعد ابن عشقوت ونور. مهرجان كبير وطويل يعني أخذ منكم شغل منيح، وأكيد كل الضيعة يعني مشتركة بجهودها لحتى اللي تقدروا تعملوا مهرجان هالنوع إن شاء الله. فإذا الموعد هو ابتداء من 19 ل 29 تسعوية بتبلش ب 19 ولا 29. وفي عنا شغلة كتير هيك حلوة السنة، هي الجروب ميسيونير تابع لمدرسة رهبات القلبين الأقدسين ساقة بشاقة العناية الإلهية، رح يكونوا مخيمين بدار الفرنسيسكان بعشقوت. وكل سنة هالجروب هو بيخصص منطقة معينة تيعمل فيها ميسيون مع الولاد، والسنة ساقة بعشقوت رح يلتقوا ب 22 23 25 26 27 مع كل الولاد يلي عمرهم من 5 إلى 13 سنة، من 9 للساعة 1. راح يشتغلوا معهم على 3 أصعدة: الصعيد الروحي، الصعيد الثقافي، ولا الصعيد الرياضي. ومش بس بعشقوت، يعني في عنا بيت عيد وجوار البواشي، في عنا بقعتة عشقوت ورعشين امتدت إعلاميا وصلنا لهم الخبر، وكمان ريفون والقلاعات. فراح يكون بس التجمع بكنيسة مار يوحنا المعمدان مع أطفال المنطقة. عيد مبارك على أهالي عشقوت عليكم وعلى الجميع كمان، وأكيد يمكن الكل دعوة عامة يعني أكيد دعوة مفتوحة للجميع. أهلا وسهلا فيكم بير فريحة عيقي كاهن رعية مار يوحنا عشقوت. أهلا وسهلا فيك سيد شربل الضغفل أمين عام المجلس الرعوي بعشقوت. أنا كيف تزيدوا؟ نحن بنحب عبركم أول شيء نشكركم استضافتكم لنا تقدر نوصل كلمتنا. بنحب نشكر كل إنسان اشتغل لتحقيق اللي بدنا نفذه، لاني نحن حطينا البروجي خلينا نشتغل على الارض. بنتمنى انه الكل يكون جاهز مستعد وجاهز. بنشكر كل واحد شو ما اعطى من وقته ماديا ومن وقته وكل شيء، حتى تفكيرا اشتغل معنا او عم بيصلي لنا، نحن بنشكرهم واحد واحد. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا، وقفي هلا ومنتابع لايف.